بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلبية لطلب بعض الزميلات والزملاء، قد أنشأت هذه الصفحة على الفيسبوك المرتبطة بهذه القناة، أسميتها تيمنا بالآية الكريمة خير من استأجرت القوي الأمين، حيث أن الموظف عندما يكون قويا بكفاءته، بمواقفه، بالمبادئ التي يسير عليها، وعندما يكون أمينا في عمله، في أدائه لواجبه وقيامه بكل ما عليه القيام به، هنا نلتقي بالإدارة، هنا نلتقي بالعمل في بلادنا. وبالتالي هذا هو هدفي من إنشاء هذه الصفحة، هو أن نتعلم من بعضنا. وأعيد نشر فيها الفيديوهات التي تكون في هذه القناة، تكون في هذه الصفحة، وبعض المشورات أو ما تقترحونه يكون فيه الفائدة للجميع. من أسئلتكم أضع الأسئلة التي تكون أراها مهمة أو استفسارات، سواء وضعت كتعليقات في يوتيوب أو في الصفحة، أو رسائلكم التي تصلني عن طريق الميسنجر بهذه الصفحة. إذا يكون اتصالنا وتواصلنا سواء على اليوتيوب أو في هذه الصفحة، مرحبا بكم، تجدون الرابط في صندوق الوصف، وشكرا.